بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. أعرب جلالته فيها عن تهانيه الخالصة بنجاح دولة الإمارات في إطلاق مسبار الأمل من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان في أول مهمة فضائية عربية وإسلامية لاستكشاف كوكب المريخ. وأشاد جلالة الملك المفدى بهذا الإنجاز العلمي التاريخي الذي يسهم في ترسيخ المكانة العالمية لدولة الإمارات بين الدول المتقدمة كمركز رائد في قطاع الفضاء، مثنيا رعاه الله على جهود الكوادر العلمية الإماراتية الشابة في إنجاز هذا المشروع الذي يعد فخرا للإمارات والأمتين العربية والإسلامية ويسهم في خدمة البشرية. تمنى جلالته لدولة الإمارات كل النجاح والتقدم في مجال الفضاء وسائر المجالات.